حاجز الخرسانات يتشال لان حالهم واقف وبيتعدى عليهم ضرائب وبيتعدى عليهم تامينات ومفيش شراء ولا في بيع، فجايين يطالبوا الاسوار تتشال واحنا كلنا اتخنقنا منها كاهالي عابدين. ما ينفعش الوضع يستمر كده. هنكلم هنا المجلس يتبنى الموضوع، هنكلم وزاره الداخليه النهارده، هنقوم بجميع الاتصالات بحيث الامر يتنفذ. الراجل ده من الشعب ومحامي الشعب يعني. محدش سال فيا، محدش قال المحل غيره. معانا في عبديه. لما طب معانا محمد محمود. الدنيا واقفه يعني. لازم الامر ده يتعالج يعني. طيب يعني وعشان يقف بعيد قوي.